القاهرة والكتاب، رحلة نجاح عابرة للزمن، رحلة ملهمة خاضها معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ دورته الأولى، مروراً بالعديد من محطات النمو والتطور حتى ترسخت مكانته وصار المعرض الأكبر عربياً والثاني أكثر المعارض زيارة على مستوى العالم كله. عرفت مصر معارض الكتب المدعومة رسمياً من الدولة منذ عام 1946، حيث نظمت وزارة المعارف معرض الكتاب العربي لاستعراض تطور حركة التأليف والطباعة منذ إنشاء مطبعة بولاق. في عام 1963 نظمت وزارة الثقافة أسبوع الكتاب العربي بمشاركة ناشرين من مصر ولبنان والعراق واليمن. مع نجاح التجربة تكرر تنظيمها في مختلف المحافظات حتى جاء يناير عام 1969 لتتسع دائرة الحلم وتتحول الأسابيع الثقافية إلى معرض دولي للكتاب يجلب محبي الثقافة من كل بلاد الدنيا إلى حضن القاهرة. وبدأت الفكرة بمقترح قدمته الدكتورة سهير القلماوي رئيسة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر إلى وزير الاقتصاد لتنظيم أول معرض دولي للكتاب يليق بمكانة مصر الثقافية تزامناً مع الاحتفال بالعيد الألفي للقاهرة. نجحت الدورة الأولى للمعرض في جذب 100 دار نشر تنتمي إلى 26 دولة عرضت مليون كتاب في مختلف العلوم والفنون. وعاماً بعد عام توسع البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة وأصبح مهرجاناً ثقافياً عالمياً يتجاوز فكرة بيع وشراء الكتب. ومنذ عام 2006 اتبع المعرض تقليداً جديداً باختيار شخصية العام واختيار دولة لتكون ضيف شرف. وفي عام 2012 بدأ تنظيم مسابقة سنوية لأفضل ناشر وأفضل كتاب. ومنذ أقيمت الدورة الأولى في أرض المعارض بالجزيرة نقل مقر المعرض مرتين، الأولى عام 1984 إلى مدينة نصر والثانية عام 2019 إلى التجمع الخامس لزيادة مساحة صالات عرض الكتب وتوفير قاعات متطورة تناسب مختلف فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض.